محمد فاروق كابتننا طبعا ومدير الكره. كل سنه وانت يا كابتن فاروق. رمضان كريم الاول في البدايه وهارد لك طبعا النهارده المباراه، لكن بخبرتك كابتن فاروق بتشوف النهارده الجيم ازاي، اداء النادي الاهلي ايضا كمان اداء نادي النجوم، يعني لو بنتكلم على المباراه بشكل عام. رمضان كريم عليكم طبعا وكل جمهور الاهلي الكبير وقناه الاهلي طبعا، يعني اخواتي طبعا. خليني اقول لك النهارده طبعا انت بتلعب النادي الاهلي فريق كبير بامكانياته باللعيبه بجمهوره طبعا بمجلس ادارته، يعني الامور بالنسبه للنادي الاهلي هو داخل المباراه وهو محتاج طبعا 3 نقاط، منافسه على الدوري والحصول على اللقب للمره الثالثه على التوالي، دي دوافع موجوده عند الفريق. فبالتالي على الجانب الاخر لو احنا بنتكلم علينا عن النجوم، الامور بالنسبه لنا الى حد ما كانت بعيده كريم، الامور بالنسبه لنا فكره ان انت تعمل جيم محترم قدام فريق كبير كان هو الهدف بالنسبه لنا. كنا بنحاول على قد ما نقدر وعلى قد الامكانيات الموجوده، وده يعني اعتقد كان واضح في الملعب. يمكن الامور بالنسبه طبعا للنادي الاهلي مختلفه، فبالتالي انتهاز الفرص، وبالرغم من ان انت ضاع منك فرص كاهلي، وايضا النجوم الى حد ما وصل بشكل كذا مره على مرمى النادي الاهلي، لكن زي ما بقول لك هو المباراه كانت صعبه على الفرقتين مش علينا احنا بس. الامور بالنسبه للنادي الاهلي كان الدافع اكتر، ودي كان سبب من الاسباب طبعا ان النادي الاهلي ياخد 3 نقاط، ويعني مبروك طبعا للنادي الاهلي. اكيد المنافسه قويه جدا على بطوله الدوري، الامور مش هتخلص في ماتش النهارده مثلا ولا هتخلص في ماتش جاي، الامور هتفضل مستمره شويه. لازم طبعا يعني واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي واحد من ولاد النادي، لازم الاصرار يفضل موجود لغايه اخر مباراه، وده الاهم، ان انت دايما تبقى صح دايما تبقى عارف اللي جاي ايه واللي المفروض تعمله ايه في المباراه القادمه. لكن ماتش النهارده كان اعتقد نقطه مهمه لفريق النادي الاهلي النهارده بخلال 3 نقاط اللي اخذها. يعني موسم صعب جدا كابتن فاروق، لو بخص النادي الاهلي موسم صعب، تلاحم مباريات كبير، النادي الاهلي خرج من بطوله افريقيه اخفاق، يعني بتشوف المرحله ازاي النادي الاهلي متبقي له عدد قليل جدا من الماتشات، شخصيه النادي الاهلي هي اللي هتفرق. انا بكلمك بروح النادي الاهلي كلاعب وواحد من نجوم النادي الاهلي كابتن. طبعا ان انت زي ما بقول لك هدفك ودوافعك، الامور بقت كمان التركيز الاكبر بعد خروجك من البطولات انت قلت عليها دي في بطوله الدوري. جمهورك لن يقبل بحاجه غير ان انت تحصل على البطوله، خصوصا ان انت كنت بعيد قوي نتيجه طبعا التاجيلات، نتيجه بعض الاخفاقات في بعض المباريات، لكن انت دلوقتي في المركز الاول، الامور بالنسبه لك الاقرب. واعتقد ان شخصيه الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجمهورها طبعا من خلال جمهورها بيبقوا فاهمين جدا ان ما دام انت مسكت المركز الاول وتمسكت بيه، اعتقد عدم التفريط فيه اعتقد صعب. انا قلت لك يمكن كنت قلت قبل كده ان يمكن الدوري الى حد ما محسوم بشكل كبير من النادي الاهلي، الكلام ده من شهر، مش عشان حاجه، عشان الاصرار اللي موجود، ويمكن خبراتي موجوده داخل النادي الاهلي بتقول كده من خلال المباريات القادمه للنادي الاهلي. النادي الاهلي شرس، عنده مجموعه لعيبه على اعلى مستوى في كل منطقه يعني موجوده، وعوده واحد زي وليد سليمان كمان هتفرق بشكل كبير جدا. لكن مبروك للنادي الاهلي النهارده، وان شاء الله نبارك له في المباراه القادمه كمان ان شاء الله. اشكرك. بنشكر اكيد كابتن محمد فاروق واحد من نجوم النادي الاهلي وايضا مدير الكره لنادي النجوم. تصريحات طبعا كالعاده للنادي الاهلي، النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله المرحله القادمه تكون كلها انتصارات.